السلام عليكم خالتي، فلوق جديد توجور مع اخوكم محمد ابراهيمي. اليوم كما راكم تشوفوا في هذه البلاصه الشابه بزاف اللي هي المعاضيد، هيا تجوا معايا وما تطولوش. هيا ياهو ياهو ياهو. خوتي على بالكم حاجه لي يعني بزاف بزاف يعني تاتيري هنا. الاذان كيعود يذن تلمو جايين في وسط الجبال هنايا، تسمع الاذان يروح ويجي يروح ويجي. راكم تسمعوا السلام عليكم خاوتي، كما قلت لكم حنا رانا جينا نهضروا على القلعه، والقلعه راها قدامي يا خويا. هذه قلعه، هذا ديجا قلعه بني حماد. ايوه كيف الحاج، واش راكم لاباس؟ الدعوه هانيه الحمد لله يا ربي. حاج احكي لنا برك شويه على المنطقه هذه اللي هي المعاضيد. يعني المعاضيد هذه انا على حساب ما سمعت يعني القلعه تبنات في 1007 ميلادي. صحيح 1007 ميلادي تاع بن بلكلين، جاب لي ربي بني حماد بن بلكلين هكذا. حماد بن بلكلين بن زيري. بن زيري هي يعني جاب لي ربي تنحضر من بجايه وكذا. فهمني فهمون انا قبيلة الصنهاجة هذه. قبيلة الصنهاجي. الصنهاجة كاينين الصنهاجة هذه. الله يبارك. من نادي من منقوش تخرج مني من قبيلة سيد تلكتة. أيوا. بعد جاء حماد. أيوا. حماد هو اللي أسسها. وقول لي علاش يعني بالضبط على هذا المكان بالضبط يعني جاو داروا القلعة هنايا، علاه يعني ما خيروش بلاصة من غير بلايص واحد أخرين وجاو بالضبط هذه المنطقة تاع المعاصي. هذه منطقة محصنة. أيوا. لحماد كانوا جدادو وين كانوا؟ كانوا في أشير، تعرف أشير؟ أشير ماذا بك تقولنا على أشير؟ إحنا الحاجة أشير هي المدية. أيوا الله يبارك. كان زيري تبنت الحرب الأولى في 2014 بيناتها. يا حسرة، سمع الخاوة هذوك من بكري هي نايضة هذه المشاكل. من بكري هي نايضة هذه المشاكل. جوست أمو الحاج يعني اسمح لي نقاطعك، جوست أمو أنا راني نشوف في الجبال، شغل هنايا شغل راه تبان لي حصن. ثم هما على حساب الدعوه، هما على حساب الشوفه، هما كي جاو ديجا هنايا هنا كانوا مخمخين، ماشي كيما توا انا نجي نحط لك بلاد هكذا لا دراسه لا والو. ثم من بكري درسوها، لقاو باللي البلاصه خاوتي هذه البلاصه ثم كي جاو درسوها شافوها مليح، لقاوها عاليه على مستوى البحر، نظن باللي عاليه 1000 متر على سطح البحر. 1418 1418 على الجبل. الصور اللي حيطها اسسها في 1007 1898 هجري. الله يبارك. فيك بارك الله فيك. والله معلومات قيمة. واش وكاش ما فيها كسرة، كاش ما فيها كاش ما فيها حميز، كاش ما فيها شخشوخة، والله غير هكذا كبرك العاد. جبنا دكتور ضيف كنجيكم السلام عليكم هلاس صبيطي. ما نقول لكم حاجة والله، وجوهكم الزينة والله غير ياسر علينا. ربي يحفظكم إن شاء الله. خوتي أنا رايحين للقلعة. هيا هيا تجوا معايا هيا. صح صح. السلام عليكم خاوتي، كما راكم تشوفوا هذه هي قلعة بني حماد التاريخية اللي استوطنوا فيها بني حماد اللي جاوا من بجاية، ومن بجاية من هنايا عاودوا ولاو لبجاية. كما راكم تشوفوا يعني المنطقة هنايا توضح لنا بزاف باللي جاياك شغل في بلاصة يعني محصنة غير بالجبال، على جال العدو كيكون جاي من بعيد يشوفوه. السلام عليكم حاج بركة.
ربي يبقي عليك ستر ان شاء الله. امين. واش راك الحاج؟ الحمد لله. واش ربي الصحة والعافية. صحة هذاك مكان والصحة والعافية. انتم محققين سقفك البلدية مزلت هنا ولا راحت؟ البلدية وقيرة راحت الحاج، ما بقات البلدية. انا وين الحاج؟ بقات غير القلعة برك. انا شوف بقى ياسر فينا تبقي تبقى على القلعه ياسر علينا هذا مع القلعه هذا مع القلعه انا حاب نهضر لي على القلعه الحاج تاع على بري بلي مرجع باين بلي مرجع تاع المنطقه هذه سما ماهوش منا معليش ما لا معرف خير هذه تسلم ان شاء الله منين الحاج مش من بلاصه من بلديه تاع العويز تاع العويز خيار الناس ان شاء الله ربي يبقي عليك ستر ان شاء الله ربي يحفظك خوتي خوتي السلام عليكم شوفوا هذا صاحبي هذا تربى معايا فاهمين من بكري يشتي يكتشف زعما هذوك الكهوف وكذا هنا راح ينطلعوا هيا تجوا معايا هيا هيا تجوا معايا هيا قلت لي بشحال تيكي 8000 8000 تيكي يا ودي والله غير راكم شاعلين فينا النار باركينغ 8000 شحال مساعده والله غنساعدكم هيا بشحال انا عندي 1500 فرانك شوف الفيل الفيل على بالك شحال راه يدير الفيل ولا الفيل هذا وحده برك راه واحد 5 ملاير واش فيك انت زيد وينه هذا 500 وهذا وهذا السر هذا تاع الامارات وتاع كذا واش تضرب المدام يا رجل معك صح ولا تضربك المدام يا وادي هذه خويا اسمع لي ولا تضربك المدام دوك نحبسوا واش نديروها اسمع ما يعرفونيش ها غير خير اه والله غبين هرقاز باين واعر باين يا اسمع من بعد ما طيبلوش الكسره والفلفل يا يبات برا اليوم يبات برا يا يبات برا اليوم والله غير على بالك يا معاود كيما هذا النور ماما والله غير تقول واطلع باط بسم الله يا ربي يا مولانا ديجا الدخله تاع الباب تعطيك الخبر اخويا السلام عليكم خاوتي كيما راكم تشوفوا رانا عند الدخله تاع قلعه بني حماد على بالكم القلعه هذه شحال عندها ولا على بالكم ولا ما على بالكمش 10 قرون 1007 ميلادي تخيلوا الناس اللي ماتوا اللي مشاو عليها اللي طلعوا نروح نديكم ليها انها قلعه رائعه يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نعمل عليك يا ربي يا مولانا يقولوا باللي تواقي هذو دايرينهم باش تتنفس منهم القلعة شايفين كيفاش يعني خدمة يعني ناس تهندس انه منظر رائع وي وي الحجره كذا الناس خدمت كانوا يطلع هنا المؤذن يطلع يؤذن للناس باش تقوم الصلاه كما راكم تشوفوا خاوتي هذو العرس هذو لي بيليات هذو كانت هنا كامل قلعه كبيره كما راكم تشوفوا يعني فريمون كانت محصنه بالجبال ما كانش هذاك زعما يجي واحد من هيه والله يشوفه يسموه يشوفه برك وهذاك الباسان هذاك اللي راكم تشوف فيه لتحت هذاك اللي راه لتحت تما كانوا وين يديروا الماء وكذا والمايضه يعني فريمو حاجه بزاف فور خاطي كي تجيو هنا تحسوا بالتاريخ تحسوا نزيدوا نطلعوا نزيدوا كملوا الرحله فوقها هندسه وي يا جدك والله ما رانيش ندير في السبور حبيبي ما رانيش شوفوا والله بزاف شباب بزاف خلوي المنظر من هنا يا خالتي بزاف خلوي بزاف والحاجه الاولى حكي شاكي طاج يبان لك منظر واحد اخر يعني ايماج واحد اخر خلوي بزاف خلوي خالتي اولا لا ايماجيني طيح مني والله راحت عليك تطيح مني يا حبيبي راحت عليك
يا بسم الله. ومازال ومازال انا طالعين مازال. راكم تشوفوا الطواقي هذا تاع القرعيش خاوتي. واحد ما يفوت منها ولا والو. هاي بدات تظلم الحاله. راكم تشوفوا في السقف ولا سلام ليكيب. راكم تشوفوا السقف لاوتور ما كانش. بدات سقف الحاله بدات يا بولي انا يا بولي يا ربي. السلام عليكم. السلام. واش عمي فوالا انا هنا في القمه عندك. والله قريب راح كراي في هذيك الحفره يا حبيبي. والله غير عاليه يا جدك قسما بالله غير عاليه. لا طحتها راحت. شوفوا لو كان ما تابونيوش ما تبارطاجيوش هذه خطران صوتي. ما زيدش تشوفوني وتهناو هيا. ما زيدش تشوفوني تبارطاجي ولا ما تبارطاجيوش. بارطاجي ابوني ابوني راني نقول لك يا ابوني يا صاحبي. عباك تحسوا لي بومو تاعكم تحسوهم هكذا تغونفليو تغونفليو. عباك المدينه المدينه لافي لافي الدخان لابريسيون. عباك تجي هنايا يا ودي الغابه خاوتي الغابه الغابه خاوتي هنايا الاكسجين ناتورال ناتور. هنا برك لا ناتور برك هنا تتسولاجا ولا غير لازم عباك بلي هذا هو الدواء. الناس راه تروح تداوي ومانيش عارف والطباء والناس اللي راه تروح مانيش عارف ترقي وكذا. ارواح هنايا تشم شويه اكسجين تشوف الطبيعه تشوف بلادك يعني بليزير كبير. كابابل عباك وانت تنفس تجبد الريه نتاعك هكذا وتمشي بها نورمال هكذا تبقى تمشي بها نورمال. ديكو حبيبي سلام حبابي. واش صافا خاوتي راك تشوفوا راني قاعد. الفتحه هذه هي تاع يعني الفينال تاع القلعه. هنا حماد اون بيرسون كان يقعد. راني قاعد في بلاصتو. واش خرجت عليا ولا خرجت؟ هيا نهبط وي. بسم الله يا مولانا. ربي يا ربي يا مولانا يا مولانا. والله يا خاوتي شوفوا راني ميماجيني في روحي يعني في ذاك الوقت هذاك وراني ها يعني كنت زعماني طالع ونأذن وهابط يعني والله العظيم اقسم بالله المؤذن هذاك كان كل يوم يطلع ويهبط يطلع ويهبط يعني فريمون نظن باللي لي مولي تاعو كانوا تاع كان اكثر من تاع روبرتو كارلوس منا كانوا يتوقوا. يا تغلط لوح قراعك هكذا والله هكذا رحت خويا. الهبطة مازال كالعادة خالتي كالعادة شاب الحب انا هبطين تشوف خويا وصاحبي يعني جاي نخلصك صاحبي تعود تقول ولا يعني جاي. اسمع 1500 فرنك ديك رجعتها لي ولا ما رجعتها ليش؟ ها ايوا خويا شوف كاين سوا صاحبي شحال قلت لي 80 مليون يا خويا 80 مليون نعطوها لك وراه مشكل. ها هي قول لي صح والله صح المراه تخليك شكذا ومن هنا هي والله. ها شي ديك الزين ديك الزين يا خويا هذيك اللحيه كي راها متحوفه يا خويا النظارات كي راهم جايين يا خويا يلاه يبارك ذاك العوينين خذ رولا. لا مش خذ دير لي لونتي يا قول ولا ما دير لي لونتي دايرهم يا صاحبك مني راهي شو صاحبك مني راهي يضحك شكون يحرك في راسه عني يا حبيبي يا تخلص يا ربي يحفظك. ها ميرسي بوكو صاحبي. كيما راك تشوفوا خاوتي الرحله هكذا بدات. هيا تهلاو سلام كيما
الموسي ابوني هذا الموسي.